في هذا اللقاء إن شاء الله سيتم توضيح بعض المفاهيم الأساسية إلى الإدارة الاستراتيجية، وهو مفهوم الإدارة الاستراتيجية. يقصد بالإدارة الاستراتيجية هي مجموعة من العمليات التي تشمل عدة نشاطات أساسية ومتداخلة. وفيما يلي توضيح مكونات الإدارة الاستراتيجية، فالتحليل البيئي وصياغة الاستراتيجية يشار إليهما بالتخطيط الاستراتيجي. والتحليل البيئي يقصد به مراقبة وتقييم المعلومات عن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمنظمة وتقديمهما إلى الإدارة العليا. ويتكون التحليل البيئي من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بالنسبة لصياغة الاستراتيجيات، تعتبر صياغة الاستراتيجيات تطوير رسالة المنظمة بناء على دراسة البيئة الداخلية من عناصر القوة وعناصر الضعف، وكذلك البيئة الخارجية من عناصر الفرص وعناصر التهديدات. والتطبيق الاستراتيجي موضع التنفيذ من خلال الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية والسياسات والإجراءات والقواعد والبرامج والموازنات. يطلق على التطبيق الاستراتيجي غالبا المرحلة العملية أو التنفيذية، ويعتبر من أهم مراحل الإدارة الاستراتيجية، ويعني ذلك تحريك وتحفيز العاملين بما فيهم المدراء لوضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ. الرقابة الاستراتيجية هي عبارة عن تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المرسومة أو أي المخططة، ثم اتخاذ الإجراءات لتصحيح أي انحرافات عن الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية. ومرحلة الإدارة الاستراتيجية بشكل عام تعتبر هي التحليل البيئي والرسالة والأهداف، وللتأكد من أنها تمارس بالشكل المناسب. بمعنى آخر، إن الرقابة الاستراتيجية عبارة عن تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف الاستراتيجية أو الاستراتيجيات المرسومة المخططة، ثم معرفة طبيعة نتائج التقييم إيجابيا أو سلبيا أو مطابقا لما تم التخطيط له، ومن ثم معرفة أسباب النتائج المختلفة واقتراح المعالجات المناسبة بغرض الاستثمار الجيد أو بغرض عملية تقديم الخدمة الجيدة. عملية مراحل الإدارة الاستراتيجية تبدأ أولا من التحليل الاستراتيجي، والذي قلنا بأنه تحليل للبيئة أو دراسة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وقلنا بأنها مقابلة النقط القوة والضعف بعناصر الفرص والتهديدات. ثم تنطلق إلى صياغة الاستراتيجية، صياغة الرؤية والرسالة والأهداف، ثم عملية تطبيق الاستراتيجيات، ثم عملية الرقابة الاستراتيجية. ما الفرق بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التشغيلية؟ تهتم بالمواقف والقضايا التي تتسم بالتعقيد والغموض وعدم التكرار والروتينية. الإدارة التشغيلية تتعامل مع المشاكل المرتبطة بالأعمال والرقابة التشغيلية. الإدارة الاستراتيجية تهتم غالبا بالقضايا التي تهم المنظمة ككل وليس جزءا منها فقط، فنظرتها تتسم بالشمولية والاتساع. الإدارة التشغيلية تركز في الغالب على القضايا التي تخص جزءا معينا من نشاط المنظمة كالتسويق والإنتاج، وتهتم هنا الإدارة التشغيلية، والتي تقوم بها الإدارة الوسطى بالبيئة الداخلية. الإدارة الاستراتيجية تأثيرها الزمني تأثيرا بعيد المدى. الإدارة التشغيلية غالبا ما يكون تأثيرها قصير المدى. الإدارة الاستراتيجية تحرص على الحصول على البيانات والمعلومات من البيئة الداخلية والخارجية عند صناعتها للقرارات. الإدارة التشغيلية تركز أكثر على المعلومات والبيانات من البيئة الداخلية عند صناعتها للقرارات.
التحليل بي، ويعرف التحليل بي بأنه مراقبة وتقييم وتحليل المعلومات حول الاتجاهات البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة وتقديمها للإدارة العليا، ويتكون من البيئة الخارجية، والبيئة الخارجية العامة تتكون من العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والعوامل التكنولوجية والعوامل القانونية والعوامل السياسية والعوامل الدولية. كذلك تتكون من البيئة الداخلية، وتتكون من الهيكل التنظيمي والموارد وثقافة المنظمة. كما قلنا أن الموارد تتكون من ثلاثة أجزاء: الموارد البشرية والموارد المادية والموارد المالية. إن التحليل البيئي يشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، لماذا؟ لدراسة الفرص والتهديدات والقوة والضعف. كما قلنا الفرص والتهديدات تعتبر دراسة البيئة الخارجية ومقابلتها بدراسة البيئة الداخلية للقوة والضعف. الفرص وتعتبر الفرص وجود أوضاع ومجالات مشجعة في المحيط الخارجي يمكن للمنظمة الاستفادة منها إذا أحسنت المنظمة استغلال هذه الفرص، أي وظفت مواردها وأحسنت استخدام مواردها الاستغلال الأمثل لتحقيق هذه الفرصة للمنظمة. بالنسبة للتهديدات، وجود مشاكل أو أوضاع مضطربة وغير مناسبة في المحيط الخارجي تهدد المنظمة وتعيق نشاطها، فتقوم بعملية استغلال الفرص لمواجهة التهديدات الذي يهدد المنظمة خارجيا. القوة، امتلاك المنشأة لميزات معينة تمكنها من منافسة المنظمات الأخرى بكفاءة واقتدار. وبمعنى أن هنا المنظمة تكون مركزها التنافسي قوي، وتوجد لديها نقط قوة تمكنها من المنافسة واختراق الأسواق وتحقيق الميزة التنافسية لها، وذلك لوجود نقط القوة أو المركز التنافسي قوي. بالنسبة للضعف، وجود وجوانب ضعف في المنظمة تحد من قدرتها على المنافسة، وهنا نقطة القوة تقوم بعملية تخفيف نقطة الضعف لدى المنظمة، وتقوم بعملية تجنيب المنظمة بعض النقط الضعف التي تحد من عملية قدرتها على المنافسة. خصائص البيئة تعتبر من حيث الاستقرار ومن حيث التعقيد. من حيث الاستقرار مستقر، ومن حيث الاستقرار غير مستقر. فإذا كانت المنظمة مستقرة فإن المنظمة تعيش في بيئة مستقرة، لا يوجد لديها تهديد خارجي أو تهديد داخلي. وعندما يكون غير مستقر، بمعنى أن المنظمة تعيش في جو غير مستقر، يوجد لديها بعض التهديدات الداخلية أو الخارجية. ومن حيث التعقيد تكون هناك نوعان: أما أن يكون معقد ويكون غير معقد. إذا كانت درجة التغيير في البيئة سريعة ومتكررة فإنها غير مستقرة، وإذا كانت مكونات البيئة متعددة بأذواق العملاء فإنها معقد. صياغة الاستراتيجية يقصد بها عملية تحديد المسار المناسب للتعامل بفعالية مع الفرص والتهديدات والبيئة في ضوء القوة والضعف للمنظمة، وتتضمن الآتي: رؤية المنظمة، كذلك رسالة المنظمة، الأهداف للمنظمة. وسنقوم بعملية الشرح المفصل لهذه المكونات. الرؤية هي الرؤية المستقبلية للمنظمة. الرسالة وتعرف بأنها الغرض أو السبب في وجود المنظمة. الهدف يعرف بأنه النتائج المطلوب تحقيقها في المستقبل القريب أو البعيد للمنظمة. وتكون هناك نوعان من الأهداف: أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى، وكذلك أهداف متوسطة المدى. أنواع الاستراتيجيات. أنواع الاستراتيجيات: الاستراتيجية المخططة، الاستراتيجية المتحققة، الاستراتيجيات الطارئة. الاستراتيجية تعرف بأنها الوسيلة أو الطريقة التي من خلالها تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها ورسالتها. الاستراتيجية المخططة أو المقصودة
وهي الاستراتيجيات الأساسية التي تضعها الإدارة وتسعى وترغب في تطبيقها وتمثل مخرجات لعملية التخطيط. الاستراتيجية المتحققة وهي عبارة عن الاستراتيجيات التي تم تطبيقها فعلا. الاستراتيجيات المتحققة وهي عبارة عن الاستراتيجيات التي تم تطبيقها فعلا من قبل المنظمة وتتكون من الاستراتيجية المعتمدة وهي عبارة عن الجزء المتحقق أو المطبق من الاستراتيجية المقصودة أو المخططة التي خططت لها المنظمة وأعدتها سابقا. الاستراتيجيات الطارئة وهي الاستراتيجيات والقرارات التي تتبع أو تفرض من الواقع وليست ناتجة عن التخطيط. تطبيق الاستراتيجية يقصد بها العمليات التي من خلالها يتم وضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ. التطبيق الاستراتيجي يستدعى من المنظمة أن تضع الهيكل التنظيمي والأهداف السنوية وترسم السياسات والبرامج والموازنات. الهيكل التنظيمي ويعرف بأنه الإطار العام الذي يحدد العلاقات بين المستويات الإدارية في كافة المستويات الإدارية والوحدات الإدارية بالنسبة للمنظمة، ويقوم بعملية إيجاد العلاقات ما بين الوحدات الإدارية كالسلطة والمسؤولية، وكذلك تحديد نطاق الإشراف وتحديد المركزية واللامركزية، وكذلك عملية التفويض. ويتميز هناك نوعين من التميز الأفقي والتميز الرأسي. وهنا التميز الرأسي ويحدد الأقسام والوظائف ويسند الاختصاصات والمهام للأقسام والوظائف. والتميز الأفقي في إطار من التكامل المتمثل في تنسيق جهود الأفراد والوظائف والأقسام. وهذا الفرق ما بين التميز الرأسي والتميز الأفقي بالنسبة للهيكل التنظيمي. بالنسبة للأهداف السنوية، وتعرف بأنها الأهداف التي تحدد النتائج المطلوب تحقيقها خلال عام واحد. وبالنسبة للسياسات، وهي إرشادات عامة توضح وتبين للعاملين كيفية العمل والتصرف عند قيامهم بتنفيذ الأعمال بما يؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف للمنظمة. البرامج، وهي خطة تستخدم لمرة واحدة فقط أو لمرات محددة صممت لتنفيذ مشروع معين. الموازنات، تعتبر خطة مستقبلية محددة بالأرقام. الإجراءات، هي عبارة عن الخطوات التفصيلية التي تتبع في تنفيذ عملية معينة، والأساس فيها التتابع الزمني أي الترتيب. القواعد، تبين ما يجب وما لا يجب عمله من قبل العاملين، ولا بد من عملية تحديد هذه القواعد في تنفيذ الأعمال. الرقابة الاستراتيجية، وتعتبر هي عبارة عن تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المرسومة أي المخططة سابقا، ثم اتخاذ الإجراءات لتصحيح أي انحرافات عن هذه الأهداف. بمعنى، تم عملية وضع خطة استراتيجية، ثم بنهاية العام يتم عملية مراقبة تنفيذ هذه الخطة، ويتم عملية تحديد الانحراف، مدى وجود هذه الانحرافات وكمية هذه الانحرافات في عملية تنفيذ الخطة، ودراسة أين وجد هذا الانحراف وتحديد ما هي الأسباب لعملية هذه الانحرافات وعدم تطبيق الخطة كما كان مخطط لها، ويتم عملية دراسة هذه الانحرافات وعملية المعالجة لهذه الانحرافات. أما أن تكون من الخطة الاستراتيجية أو يكون من المنظمة نفسها أو قد يكون من العاملين أو العاملين في المنظمة. عملية التغيير الاستراتيجي، ويعرف بأنه تحرك المنظمة بعيدا عن وضعها القائم تجاه وضع مستقبلي مرغوب فيه بهدف تعزيز ميزاتها التنافسية، وقد يكون بشكل تدريجي أو جذري أو طارئ.
مستويات الاستراتيجيات تعتبر مستويات على الاستراتيجيات على مستوى المنظمة، وكذلك على مستوى القطاع، وكذلك على المستوى الوظيفي. الاستراتيجيات على مستوى المنظمة هي التي تركز على المنظمة كلها، ويتركز الاهتمام الأساسي لها في تحديد مجالات الأعمال والأنشطة التي يتعين على المنظمة أن تشارك فيها. الاستراتيجية على مستوى القطاع هي الاستراتيجية التي تركز على قطاع معين من القطاعات الأعمال، مثلا كصناعة سيارات فقط، وتهتم بتحسين هذا الموقف التنافسي لهذا القطاع، وتعتبر هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ بالنسبة لهذا القطاع فقط، وتكون عملية المنافسة والاهتمام في هذا القطاع فقط. بالنسبة للاستراتيجيات على مستوى الوظيفة، وهي تلك الاستراتيجيات التي تسعى لتحسين فعاليات الوظائف الأساسية للمنظمة، مثلا كالإنتاج والتسويق والمبيعات، وتحقق فعاليات وظائف المنظمة من خلال استراتيجيات لكل وظيفة لتحقيق الكفاءة والجودة والتحديث والتجديد والاستجابة للعملاء. وبالنسبة لهذه الاستراتيجية تعتبر الاهتمام بالبيئة الداخلية. مداخل تطوير صياغة الاستراتيجيات: التخطيط الاستراتيجي الخطي، القيادة أو الرؤية والاستراتيجية، السياسة التنظيمية، التدرج المنطقي، الاستراتيجيات المفروضة، طرق متعددة للتطوير. هذه تعتبر مراحل تطوير صياغة الاستراتيجية. نظام التخطيط الاستراتيجي الخطي: التخطيط بشكل عام هو العمليات الخاصة بوضع أو إنشاء الأهداف وتحديد الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. التخطيط الاستراتيجي يعرف بأنه دراسة وتحليل وتقييم البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وتحديد مهمة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها. التخطيط الاستراتيجي من دراسة البيئة، تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. وكما قلنا، دراسة البيئة الداخلية وهي نقط القوة والضعف، وتحديد دراسة البيئة الخارجية هي الفرص والتهديدات. وبالنسبة لصياغة الاستراتيجيات تعتبر تطوير الرسالة والأهداف والتطوير الاستراتيجيات، وهذا يسمى بشكل عام التخطيط الاستراتيجي، وهو شامل لعملية ويعتبر التخطيط الاستراتيجي شامل لعملية دراسة البيئة الداخلية والخارجية، نقط القوة والضعف، والخارجية تعتبر الفرص والتهديدات، وصياغة الاستراتيجية صياغة الرؤية والرسالة والأهداف وتطوير الاستراتيجيات. فوائد التخطيط الاستراتيجي: التخطيط ضروري حيث يتم من خلاله تحديد رسالة المنظمة وأهدافها بوضوح. ثانيا، التخطيط يوضح ابتداء الموارد الواجب استخدامها كما ونوعا. ثالثا، التخطيط ضرورة حتمية لكي يتم معرفة المشاكل والصعوبات المتوقع حدوثها والعمل على حلها. رابعا، التخطيط يزيد من الكفاءة والفاعلية الإدارية. سادسا، التخطيط يعتبر معيارا يحكم به. سابعا، يوفر التخطيط الأمن النفسي لجميع العاملين. ثامنا، التخطيط الاستراتيجي يضع خططه في ظل عدم التأكد، بمعنى أن المنظمة غير متأكدة لوضع محدد ما، فالتخطيط الاستراتيجي يضع خططه في ظل عدم التأكد. تاسعا، اعتبار الإدارة العليا مسؤولية كبيرة عن عملية التخطيط الاستراتيجي. عاشرا، التجاهل الكبير، إشراك الإدارة الوسطى والمباشرة في عملية التخطيط، فلا بد من إشراك الإدارة الوسطى والمباشرة في عملية التخطيط. 11، قيامه على فكرة التوافق بين الموارد الداخلية وقدرات المنظمة من ناحية الفرص والتهديدات الخارجية
من ناحية. القيادة الرؤية الاستراتيجية تعتمد هذه الطريقة على الخبرة والإحساس والموهبة، وإن تطوير أو صياغة الاستراتيجية قد تتم من قبل شخص واحد وقد يكون هو القائد في المنظمة. السياسة التنظيمية يقصد بها التصرفات أو النشاطات التي من خلالها يدعم الأفراد أو المنظمات قوتهم للتأثير في عملية تطوير أو تعديل الاستراتيجيات. التدرج المنطقي ويقصد به أن المنظمات يمكنها التحرك ووضع تطوير الاستراتيجيات بخطوات متدرجة بسيطة ومدروسة. الاستراتيجيات المفروضة في هذه الحالات، المدراء هذه الاستراتيجيات المفروضة وهي تكون في القطاع العام أو بعض الجهات التي تتطلب تدخل خارجي. مراحل التطوير التاريخي للإدارة الاستراتيجية: 1. مرحلة التخطيط المالي الأساسي، وضع الموازنات السنوية، تركز على الموازنات السنوية، تهتم بالمعلومات الداخلية، المدى الزمني سنة واحدة، تعد من قبل الإدارات الوسطى والمباشرة. هذه مرحلة التطوير التاريخي للإدارة الاستراتيجية اللي هي تعتبر مرحلة التخطيط المالي الأساسي، وضع الموازنات السنوية، وتركز على الموازنات السنوية، وتهتم بالمعلومات الداخلية، ويكون المدى الزمني سنة واحدة. مرحلة التخطيط المبني على التوقعات، وضع الخطط الخمسية، يركز على الخطط لمدة 3 إلى 5 سنوات، المدى الزمني لا يتجاوز 5 سنوات، يمارس الإعداد من قبل الإدارات الوسطى. مرحلة التخطيط الموجه خارجيا باستخدام دراسة وتحليل البيئة، السيطرة على التخطيط من قبل الإدارة العليا. ثانيا، المعلومات التي يبنى عليها التخطيط داخليا وخارجيا. في حالة أن المنظمة توجه التخطيط خارجيا فلا بد من عملية دراسة للبيانات الداخلية والخارجية للمنظمة. يركز على التخطيط فقط ويترك التطبيق للمستويات الإدارية الوسطى والمباشرة. المدى الزمني له طويل المدى. مرحلة الإدارة الاستراتيجية وهي مشاركة جميع الأفراد العاملين في كل المستويات الإدارية في عمل التخطيط، المدى الزمني له بعيد المدى. التركيز على التخطيط الاستراتيجي المبني على المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية، التزام كل المستويات الإدارية بالإدارة الاستراتيجية. على كل المستويات الإدارية تلتزم بعملية الإدارة الاستراتيجية وتضعها موضع التنفيذ. الأطراف المسؤولة عن وظيفة الإدارة الاستراتيجية وهم المدراء الاستراتيجيون، مديري العموم على مستوى المنظمات، على مستوى القطاع، الرئيس التنفيذي، مديري الأقسام. بالنسبة لمديري المستويات الوظيفية: مدير الإنتاج، مدير التسويق. المسؤولية الاجتماعية للمنظمات: البعد الداخلي، تهتم المنظمة بالأوضاع الخاصة بالعاملين مثل تحسين الرواتب والتأمينات والنوادي الرياضية. البعد الخارجي، ويعتبر اهتمام المنظمات بالمجتمع الخارجي أو المحيط بها، مثلا إذا كانت منظمات خدمية أو تعليمية تقوم بعملية منح بعض المقاعد الدراسية، وإذا كانت مؤسسات صناعية تقوم بعملية بناء أو صحة مجتمعية أو يعني مركز صحي. ما هي العوامل المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية للمنظمات؟ إن العوامل المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية للمنظمات: 1. حجم المنظمة، ويلعب دورا أساسيا حجم المنظمة. كلما كان حجم المنظمة كبير كان مسؤوليتها الاجتماعية أكبر. 2. قيم المدراء، أي كلما كانت قناعة الإدارة بالمسؤولية الاجتماعية كبيرة كلما أدى إلى اهتمام عالي بدور المنظمة تجاه المجتمع. 3. الوعي السائد في المجتمع نحو أهمية مشاركة المنظمات ومسؤوليتها.